هاي جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. اليوم الفيديو حيكون اقضوا يوم معي بالاردن، يعني حصور فلوج يوم كامل. هسه الساعة 10:40 دقيقة الصبح الى نهاية اليوم. عنا مشاوير واشياء حاخذكم وياي واجتماعات مهمة. المهم فلا تنسون تشتركون بقناتي وتحطوا لي ثمز اب وتفعلون الجرس على مود لما انزل فيديوهات تطلع لكم. وبس يلا هسه حنروح للشامي اذا ما عملنا حادث بالطريق. خلاص بعدين بحكي معكم. بس هدول روز جولد، خلينا نشوف ايش امبارح حكيتي. اوكي صح؟ واصلا هدول الاثنين ما بزبطوا، لازم ايش يتظبط ولا كلهم بتظبط؟ هدول بتظبط. عشان نلبق لها اسواره بدل هديه. طيب شوف هسه هاي، انا بدي اشوف شكل الاسواره اللي كثير حلوين. هاي جايز، رحنا على الشامي. شوفوا هذا ما احلى، كلش حلو. اوكي هسه عندي لكم مفاجاه، ما تعرفون وين حنروح. اقول لكم وين حنروح لو ما اقول لكم. احكي لهم وين حنروح هلا. اوكي جايز، هسه حنروح كوفي شوب اسمه كوفي فاكتوري، وحروح اسوي ايست كوفي خاص بي، يعني ماي اون ايست كوفي بالكوفي شوب. وانتم تقدرون تروحون تطلبوها كأي حدا، يعني يروح يقدر يطلبها. ف خليني اروح وبفرجيكم هناك. اوكي بس كان فيها شويه بيوريه. اوكي حكينا احنا بدك شيء بيوريه. اليوم حنسوي ايست كوفي، بس اليوم حنسوي ايست كوفي بكوفي فاكتوري. اوكي فحيكون عندي هوايه اغراض اكثر وهوايه اشياء ابدع فيها اكثر. فيلا هاي الاستراز بدي لطيف. انا من النوع اللي ما بحب الاشي اللي بسيط. وانا انا هاي بالنسبه لي انا بزيد من هذا بالضبط. يعني شخصيا انا بزيد بس هلا احنا ما بدنا نقيس علينا بالضبط، ما بدنا نقيس علينا. بتقدرش تحط شربي معي كريمه. انا بتطلع يا تاكي.
من الكوفي فاكتوري، سويت الايست كوفي مالتي وحبيتها والله بجن. كانت كلش طيبة يعني، جربت أكثر من مرة طبعا، ما طلعت رأسا بأول مرة، سويت يمكن 5 بس السادسة طلعت. المهم هلأ وين رايحين؟ لفة هيك، ناخد لفة بالبلد. حنروح ناخد لفة بالبلد، تعال نروح مكانات هيك مطلة ويبدة. تعالي شو كيف نوصل في ربك؟ ما اسم تبعك فين فيها؟ أنا قديش بدك سعر الدراسة معك؟ هلا انتو حسب كرسي الفوز بول غالي صح؟ يعني حكونا حسب هلا فوز في اوتو. اوكي وجهي احمر لانه رحت سويت هايدروفيشل اوكي، ويعني ما اقول اي كلش خجلانه منكم. سكر 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 انت شو عليك؟ انا بدي احكي متابعيني، انت شو تريد؟ انت شو تريد من حياتي؟ بس جاي اشياء المهم رحت سويت هايدروفيشل، يعني حفرت لي وجهي بس نظفته تنظيف. وشنو بعد وراها؟ جينا الميتنج، ححط لكم الكليب مال لما كنت بالعياده، وححط لكم الكليب لما هسه جينا للميتنج ويا الكوفي على مود نسوي ابروف لكل الاشياء، على مود الايست كوفي تطلع وتشربوها. اوكي ياي شكل طالع حلو، واو. المهم وهسه احمد لازم يروح يعشيني لانه احمد ما دا يوكلني بالاردن، مجوعني مقعدني بمجاعه. شغال شوفير وانا قاعد يا سلام شهاده تعبان زين، قاعدين بمجاعه ما يوكلني شيء. تاكل 33 مره باليوم. 32 مره باليوم. هو طبعا يروح ويا اصدقائه وياكل ويطلع وهاي، وانا اكون قاعده بالبيت خطيه جوعانه ما اعرف شاكل. يا حرام بالسماك لعشاكي، بسمك لعشاكي بس. المهم هذا من اعلاني، اسمعوا نهينا اليوم طبعا باقي ما قبل ما يكون في عالم. جينا على الويبدة مع دينز وجودي. جودي outfit check. اوكي وهيك حننهي اليوم بالاردن، هاي المنطقة كلش حلوة. بليز كتير حلو. بحكي لك انا زي ال ايش تورس بالعربي؟ سائحة، زي السائحة. عملت فيشل اليوم، حفرت لي وجهي. احلفي عملت فيشل. هاي دينا، say hi دينا. جايز حتخلص سفرة الأردن، متخيلين هذا الوضع؟ تخيلوا دينا. أنا استحيت، أنت احكي. أنا استحيت، أنت احكي. استحيتي؟ ليش يا أختي؟ يما خلونا نجرب شو صار. ما بتطلع أنا احنا الرصيف ايش ماله؟ ما هو انا كنت شايفني وين؟ Discovering weird things بعمان. اكلات غريبة في عمان. دخلنا محل في عمان. ياي كيوت. هتروح. اليوم هتروح. اقول لكم لا
لازم اقول لكم شيء انه الصيف حيخلص واحنا كلش زعلانين. كلش كلش زعلان. ايش هذول الاشياء غريبه عجيبه بحبيت كاندت ايش. وهكذا قضيت يومي في عمان يوم من الايام. وش رايكم؟ وش رايكم؟ هاي جتها بكازل؟ اه بنتك يلا دينا بدها تلاقي حدا تيجي ديت معه هون. لقيتها. بدنا ناكل بنص الشارع. انت تأخذتي تنتين باي ذا واي. هاي كانت غدا صراحة. يومي. صراحة فشلتي. صراحة. هاش. هاي بدها فلتر فلتر حالها. هاي this is so funny. دينا ما بتاكل ولا شيء بالحياة. بوتيتا بس. I'm unique. بوتيتا. بوتيتا فرايز. واو. ما بعرف ولا كل واحدة لحال؟ لا كل واحدة لحال. صح؟ أنا هاي. تعطيني. أوري بلاك. إحنا بنصورك عادي. عندك صفحة على إنستغرام؟ انا ما بدي اياهم اقطع خلاص انتي هاي اخذتي تاعتي هيك اسكى ايش كيف اسكى خلاص ما تتاخر خلاص ايش مالك ايش مالها انغريش منها بس ولا عاد فاهم اشي لا بديش ايش حطيت هذا وانا ما بدي اياه كمان انا بس ليمون وملح ملح ملح وانا كان جع بالي بس ملح ايش هذا الاشي الاحمر شطة واذا ما كان زاكي انا مش لهي دور على الاصل ما عجبتكش من غيرها زي ما هي يا اختي؟ اه لا لا بدي اياها من دون بليز شكرا طب هو ايش ايش الاحمر؟ احكي لهم للامريكان ايش هاي؟ دورة؟ لا ايش احمر؟ للامريكان This is Dura. هاي اخر واحدة عجبت. And thermos and full. We are in a wave day. Being touristic. Woo. بدك دورة؟ لا. هاي لا. لا لا. هي ايش الشيبس اللي عليها؟ شيبس؟ ما عم بتجاوبني. ليه ما عم بتجاوبني؟ دورة انت؟ مش معبرني ابدا. زي ما يقول لك قطع لك شوف شو انت قطع اكلتها يعني ليه خليني خليتي اقطع لك اياها اسهل مش فن وهيجي شكل الاردن بالليل بفرجيكم ايش؟ ايش
عراقي، شاي عراقي. ايش الفرق بي؟ احكي هاي لليوتيوب. ثانك يو. جود عرفك. فيش غيرها يا اختي، فيش غيرها. لا اورنج يا صاحبي. اسمعي تعالي اعمل حركة الشاي. يلا شيرز. يلا. سخن. بسرعة. يلا 1 2 3. انا بدي اعمل كمان. خذي شايك. وهيك بيكون خلص يومي في الأردن ويومياتي في الأردن. وإذا حبيتوا الفلوج لا تنسون تشتركوا بقناتي، سبسكرايب، give it a big thumbs up، share، وفعلوا الجرس. باي.